يتنافس دونالد ترامب خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية السبت مع نيكي هيلي في ولاية حكمتها فترة طويلة مع اقترابه من الفوز بالترشيح. توعد ترامب بأنه سيحقق النصر، بينما تعتمد هيلي على أصوات المعتدلين، وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية وفق قولها. هل ستكون هذه النتائج، نتائج ساوث كارولينا، حاسمة في انتخابات الحزب الجمهوري؟ من أين تكتسب أيضا هذه الولاية أهميتها في سباق ترشيح الحزب؟ لنقاش هذا الموضوع انضم إلينا من ساوث كارولينا جافين جاكسون الإعلامي في تلفزيون اي تي في والإذاعة العامة. مرحبا بك سيد جافين. هل نحن أمام حالة تحدي محيرة فعلا؟ ولماذا ساوث كارولينا حتى نفهم؟ نعم، شكرا لاستضافتي. ساوث كارولينا دولة مهمة في بدايات الانتخابات التمهيدية. رأينا أيوا ونيو هامشير ونيفادا، وساوث كارولينا هي الولاية الأولى في الجنوب. في أيوا خسرت نيكي هيلي أمام ترامب، في نيو هامشير بفارق هو 11%، وهي تريد أن تردم هذه القوة، ولكن الأمر صعب لأن ترامب لديه الكثير من المحازبين في هذه الولاية. نيكي هيلي كما قلتم كانت حاكمة الولاية لفترة، وهي تحاول أن تبني زخما عبر ردم الهوة التي تفرقها عن ترامب، ولكن لا يبدو أنها ستنجح. تعمل على بناء الدعم وبناء ائتلافات في ساوث كارولينا، وأيضا تحاول أن تحصل على دعم المستقلين أو المعتدلين حتى من الديمقراطيين. سنرى ما ستكون النتائج. لماذا لا يبدو لك بأنها ستنجح سيد جاكسون؟ أن بإمكانهم أن يصوتوا يعني في هذه التمهيدية. ما الأساس الذي بنيت عليه هذا الاستخلاص المسبق؟ نعم، هي لديها توقعات منذ نيو هامشير، وتقول إنها ستستمر بجمع الأموال، وحصلت على أموال أكبر من تلك التي حصل عليها دونالد ترامب، لذلك لديها التمويل الكافي للاستمرار في حملتها وفي القيام بالدعايات، وتنتظر أيضا انتخابات يوم الثلاثاء الطويل في بداية الشهر المقبل. ولكن أيضا تقول أنه بإمكانها أن تستمر وأن تبقى رغم النتائج في ساوث كارولينا. هل هنالك خلاف أيديولوجي في إطار الحزب الجمهوري عميق بين هيلي وترامب؟ وقد كان ما قبل هذه الانتخابات كان بالنسبة لجمهور واسع من الجمهوريين مسار واحد وأيديولوجيا واحدة وسياسة واحدة. هناك دائما مجموعات مختلفة ضمن الأحزاب السياسية في الحزب الجمهوري وفي الحزب الديمقراطي، ومنذ أصبح دونالد ترامب رئيسا رأينا ازديادا في هذا التوجه. رأينا مجموعة ماغا الداعمة لترامب، والكثيرون يقولون إنها هذه المجموعة سيطرت على الحزب الجمهوري إلى حد كبير، وحتى على المجموعة للحزب الجمهوري، وذلك يختلف لنقل مع عن سياسة مكين على سبيل المثال. نيكي هيلي من جهة أخرى تحاول قدر المستطاع أن تكون صوت المنطق والابتعاد عن الدراما كما تقول، وتتكلم عن خبرته على المستوى الدولي وكذلك في الأمم المتحدة عندما كانت أيام إدارة ترامب المندوبة الأمريكية إلى الأمم المتحدة. هي تحاول أن تركز على مقاربة معتدلة إلى حد ما، هي ليست متطرفة، وهذا ما نراه الآن في أمريكا، الكثير من التطرف الذي يزعج أيضا الكثيرين ولكن لا يزعج داعمي ترامب. ما القفازات التي يملكها ترامب الآن
لمبارزة خصومه في هذه الانتخابات التمهيدية في مواقعهم المحلية حيث كانوا موجودين، حيث لديهم القاعدة الجماهيرية الأولى، مثلا نيكي هيلي في ساوث كارولينا وديسانتس في فلوريدا وغير ذلك. ما المبدأ الذي ينطلق منه هنا؟ نعم، لديه شعبية كبيرة جدا كما تعرف، وبما فيه في ساوث كارولينا، وهو حتى لم يقوم بحملات كبيرة في ساوث كارولينا، ربما 3 تجمعات، ولكن شعبيته قوية للغاية. الناس يرحبون بمقولته أمريكا أولا وبما يظهر من قوة، وهو لا يريد أن تخوض أمريكا هذه الحروب الخارجية. هنا لا أعني أن نيكي هيلي تدعم الحروب، ولكنها تعرف أن أمريكا لابد من تساعد دولا كأوكرانيا، وإلا سنرى تداعيات كبيرة وتصرفات من قبل الدول الأعداء ليست لمصلحتنا. تقول مثلا لو سقطت أوكرانيا فستجتاح روسيا دول البلطيق، وستقول الصين إنه من المنطقي أن تجتاح تايوان، وهي لا تريد بالضرورة من أمريكا أن تكون شرطي العالم، بل أن تكون أمريكا حليفا للدول الحرة الديمقراطية، في حين أن ترامب يريد أن يقوض حلف شمال الأطلسي، وذلك أدى إلى صدمة على المستوى العالمي، لأن الحزب الجمهوري كان يختلف تماما، الآن أصبح يتجه نحو الرسائل الشعبوية ونحو الانعزالية. ابقى معي سيد جاكسون، سأعود إليك لاستكمال تفاصيل هذا النقاش. دعني فقط أستعرض معك ومع السادة المشاهدين تفاصيل هذه المنافسة الأخيرة بين ترامب ونيكي هيلي. لم يتبقى من المنافسين الجمهوريين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوى نيكي هيلي، على الرغم من أنها تبتعد عنه بفارق 30 نقطة وفق استطلاعات الرأي. وعلى وقع تقدمه وبعد الفوز في كل من آيوا ونيو هامشير وفيرجين آيلاند ونيفادا، يطمئن ترامب أنصاره في كل تجمع انتخابي بأنه عائد إلى البيت الأبيض، ويؤكد إلى أي مدى بات ممسكاً بقاعدة الحزب الجمهوري. موقف جدده ترامب في معركة كلامية استبقت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بساوث كارولينا، وهو يواجه آخر منافس له، الحاكمة السابقة للولاية التي تكافح من أجل الصمود في سباق لا يزال يهيمن عليه ترامب. تكمن أهمية انتخابات ساوث كارولينا في أنها أول اقتراع بالولايات الجنوبية التي غالباً ما تشكل مؤشراً على من ينال تسمية الحزب الجمهوري للرئاسة. فمنذ عام 1980 حصل على تسمية الحزب كل من فازوا في الانتخابات التمهيدية الجمهورية بالولاية، إلا في حالة السناتور ميت رومني الذي خسر فيها، لكنه فاز بالتسمية ونافس الرئيس باراك أوباما في الفترة الثانية. على نحو مماثل، شكلت ساوث كارولينا محطة فارقة في انتخابات الحزب الديمقراطي، إذ تعد الولاية التي حسمت تسمية جو بايدن بسبب عدد أصوات الأمريكيين من أصل إفريقي. المتابعون لهذه الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا يعتبرون أنها مهمة ليس لأن ترامب متقدم بفارق مريح، وإنما لاحتمال هزيمة هيلي في ولاية حكمتها لفترتين منذ 2011 وحتى 2017. وهناك من يرى أنه من الحكمة أن تواصل هيلي السباق في وقت يلاحق فيه ترامب قضائياً بعدة تهم، ما يجعل هيلي البديل الطبيعي في حال حصول أي تطور يحول دون استكمال ترامب السباق. نعود إلى ضيفنا من ساوث كارولينا جافن جاكسون الإعلامي في تلفزيون إي تي في. مرحبا بك من جديد سيد جاكسون. هل برأيك تبنى هذه الحملة الانتخابية بمشاهدها التي نراها الآن وبالمنافسة التي كنا نتابع الآن
جزءا من تفاصيلها ومشاهدها في الفترة الأخيرة بين هيلي وترامب، هل تبنى على سياسات جديدة، تصورات جديدة تطرحها حركة ماغا لنبني أمريكا ونجعل أمريكا عظيمة مجددا الآن، أم بناء على انتقاد وتقييم سياسات الإدارة الديمقراطية الآن؟ طبعا هناك الكثير الذي يعتمد على الشخصيات، خاصة فيما يتعلق بترامب. الناس يرحبون بمقاربته وظهوره كشخص قوي. ربما لا يتعلق ذلك بضرورة بسياساته أو عندما يتكلم عن حلف شمال الأطلسي. عندما يقول من جهة أخرى لروسيا عليك أن تجتاحي دول حلف شمال الأطلسي في بعض الظروف، فذلك يعتبر خطرا. هناك أيضا الكثير من الكلام في أمريكا عن المشاكل على الحدود الجنوبية مع المكسيك. هناك نقاش وتركيز كبير على الهجرة الآن، لأننا شاهدنا الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يدخلون الحدود الجنوبية، والشخصان يدعمان تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة على الحدود. ولكن رأينا أن القانون الذي وضعه أشخاص من الحزبين لم يمرر، لأن ترامب رفضه لكي لا يعطي انتصارا لبايدن في سنة انتخابية. ونيكي هيلي تتكلم عن هذه المواضيع وتقول إنها نوع من الفوضى التي يأتي بها دونالد ترامب. وهناك نقاط تشابه من جهة أخرى بين نيكي هيلي وترامب، خاصة على المستوى الداخلي. أما على مستوى السياسة الخارجية فهناك اختلافات. ترامب يقول إنه في غضون 24 ساعة إن انتخب سيحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونعرف أيضا أنه لم ينتقد بوتين بعد مقتل نافالني كما فعلت نيكي هيلي التي اعتبرته بطلا. طيب دعني أسألك هنا، وهذه مقارنات واردة في خطاب هيلي من جهة وترامب من جهة أخرى، لكنك أشرت قبل التقرير إلى مسألة الشعوبية والخطاب الشعبوي لدى الحزب الجمهوري، وهو حزب لديه أيديولوجيا سياسية معروفة تأخذ موقعا في التاريخ السياسي الأمريكي. هل تعتقد بأنه انتهى ذلك العهد الذي يكون فيه لدى الحزب الجمهوري منهاج سياسي يعني له إطار معين نحو منهاج سياسي شعوبي وشعبوي يمثله تيار يدعم ترامب؟ نعم، إلى حد ما، لأنه يركز على أمريكا أولا، والحزب الجمهوري بدأ يعتمد الكثير من النقاط التي يتكلم عنها ترامب، وبدأ بالتالي ترامب يسيطر على الحزب الجمهوري إلى حد كبير. الكثيرون في الحزب الجمهوري يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية قد سرقت من ترامب في العام 2020، رغم أننا ندرك جميعا أن ذلك خطأ. ونعرف أن الانتخابات أمنة في أمريكا، من الصعب أن نخسر الانتخابات، ولكن أن نقول إنها لم تكن نزيهة أمر مختلف. في نهاية المطاف الحزبان سيتواجهان، ومن المتوقع أن يصبح ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات في مقابلة جو بايدن. وأعتقد أن الناس سيدعمون حزبهم، رغم أن ترامب هو شخص يؤدي إلى الكثير من الانقسامات، ولكن أعتقد أن الحزب سيتوحد حول ترامب، أعني الحزب الجمهوري. سنرى ما سيحصل، لا نرى انقسامات بهذا المستوى من ناحية الحزب الديمقراطي. ولكن إن كان ترامب هو المرشح، حتى الحزب الديمقراطي وإن كان لديه بعض التحفظات على بايدن سيصوت لبايدن فقط لمواجهة ترامب. وبايدن قد أنجز الكثير بالنسبة للديمقراطيات، أكثر مما فعلته إدارة ترامب على أي حال. في نهاية المطاف سنرى من يريده الناس. أما نيكي هيلي
فتقول إنه بإمكانها أن تفوز على جو بايدن بسهولة أكبر من ترامب. سنرى في الانتخابات العامة، الأمور تختلف عن الانتخابات التمهيدية. في الانتخابات العامة الكثيرون لا يصوتون. شكرا جزيلا لك من ساوث كارولينا، غافن جاكسون، الإعلامي في تلفزيون ETV والإذاعة العامة.